شكرا. شكرا سي محمد، شكرا للحضور. باش نحاول في المداخله هذه على الاقل نجاوب على او على الاقل نتعامل مع سؤال عام كبير شويه لمحالة كمدخل اولي. هل نحن بصدد عيش تغيير العلاقه منذ 10 سنوات بين الدوله والمجتمع بالمعنى الشامل لهذا التغيير؟ يعني هل ان الدوله بتشريعاتها، قوانينها، مؤسساتها، ادارتها، اجهزتها الامنيه قاعده تتغير باتجاه مبادئ وقيم الديمقراطيه؟ وهل المجتمع قاعد يكتسب الان قدرات ذاتيه وقدرات تنظيميه وقدرات جماهيريه وشعبيه تخليه ربما يتغير باتجاه هذا الاطار؟ بطبيعه الحال ماهوش سؤال مغلق نجاوب عليه بنعم او لا، هو سؤال مفتوح. بطبيعه الحال ماهوش سؤال يمكن نجاوب عليه في مداخله قصيره كما هذه. مع الاقل انخرط هكا في التصور العام في محاوله التعاطي مع السؤال المركب هذايا. بدايه على الاقل استخلاصات عامه قد تبدو بديهيه لكنها في تقديري هامه وقد مؤثره في السنوات الاخيره وخاصه في العام الاخير هذايا في تونس منذ 2019 تقريبا رجعت على الساحه السياسيه بقوه. اول استخلاص اولا يظهر لي عدنا من جديد نتحدث في تونس عن واقعه ثوره لم تقع. انا في تقديري واقعه ثوره بالمعنى الكامل لكلمه ثوره 19-14 بالمعنى الجغرافي المجالي الشعبي التوسع الطبقي التوسع الجغرافي التوسع الجيلي التوسع المطلبي. ثوره كحدث تاريخي وقعت بهذه المعاني التاريخيه والمؤرخين ربما يجمعوا على ان عشنا حدث ثوري بمعنى الكلمه. اذا لسنا امام مؤامره اجنبيه ولسنا امام خطا تاريخي ولسنا امام انتفاضه عمياء بلا قياده الى اخره. ثوره بمعنى الكلمه غيرت من واقع الحياه المجتمع التونسي ومن واقع الممارسه السياسيه. ربما السمه الاساسيه في هذه الثوره بالنسبه للباحثين وبالنسبه للعلماء الاجتماع وحتى للدارسين في العلوم الاجتماعية في تونس وحتى في الخارج كما يقول بعض المؤرخين انا كانت سيت اون ايفولوسيون دي زوبجي دو ريشيرش سور لور زاليزيون. معناتها من كانوا في وقت الوقائع موضوع بحث اصبحوا الان هم صناع ثوره. هذا البديهيه الاولى باش نرجع للتفاصيل. البديهيه الثانيه ان هندسه الانتقال الديمقراطي بالمعنى التقني بالمعنى الاجرائي بالمعنى البروسيدورال صح التعبير الذي يتبع توصيفات معينه او مسارات معينه في تونس انتهى الى ماسك. يعني بالعداله الانتقاليه بهيئات الانتخابات بالتشريعات المنظمه للحريات بتنظيم هيكله المجتمع الجديد هيكله الاعلام الى اخره. هذه الهندسه التي وقع اقرارها الانتقال الديمقراطي انتهت الى ماسك. وهذا الانتقال الديمقراطي في الواقع صعد الى اعلى نخب عالمه، نخب اقتصاديه، نخب قانونيه، نخب في اداره الاعلام والاتصال ونخب حتى في اداره التنظيمات خلال الصف الاول خاصه بعد انفضاض اعتصام القصبه وعوده ما يسمى بشباب الثوره او جيل الثوره الى الجهات. الاستخلاص الثاني ان الصراع الاجتماعي الابرز تقريبا منذ مارس 2011 كان الصراع الاسلامي العلماني. وكانت هناك معطيات موضوعيه، معطيات ذاتيه، معطيات ثقافيه، معطيات تاريخيه تخص تونس، تخص التوانسه، تخص المجتمع التونسي. خلال الصراع هذا والصراع الابرز بمعنى الكلمه تقريبا منذ 2011 حتى لحدود 2014-14 على صعيد 2014 كان هذا الصراع الابرز بعناوينه المختلفه، بعناوينه السياسيه، الثقافيه، الايديولوجيه، حتى الارهابيه صح التعبير، العسكريه، السلاح، الاغتيالات، كل الاعمال اللي كنا عايشينها في تلك الفتره كانت تنبئ بالفعل باننا نعيش صراع حاد بمعنى الكلمه في تونس. بطبيعه الحال ثم معطيات جيوستراتيجيه تداخلت في هذا الصراع، لكن على الاقل عشناه بعمق في 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 تونس في تلك الفتره. هذا الصراع الاسلامي العلماني قسم المجتمع وجعل المطلب الاجتماعي، الحراك الاجتماعي، الحراك الشبابي، الحراك النسوي هو طاقه تعبئه لفئات هذا الصراع الاجتماعي في هذا الجانب او في ذلك الجانب. مجتمع ما يسميه المجتمع التحتي او المجتمع الفقراء او المجتمع الهامش انقسم في تلك الفتره وانخرط في هذا الصراع بشكل ايديولوجي بشكل حاد. يعني ما كانش فما اون كونسيونس دو كلاس ديمارش.
كان أكثر استقطاب حاد داخل الحياة الشعبية وداخل المجتمع وداخل الشوارع لهذا المجتمع تحت، كان عنده مطالب اجتماعية في تلك الفترة. هذا بطبيعة الحال أدى إلى مأزق وأدى في آخر الأمر إلى مخرج 2014 والدستور والحوار الوطني. الاستخلاص الثالث هو في تلك الفترة صعود فكرة وقع التنظير إليها، التنظير إليها سياسياً وفسيولوجياً وأنثروبولوجياً حتى تاريخياً باعتبار الثورة ساحقابيل لا تونيزيانيتي، هي مقولة التوافق لا تونيزي بيس، لا تونيزي سان كونتراديكسيون، لا تونيزي هوموجين، ما فيهاش أمازيغ، ما فيهاش شيعة، ما فيهاش خلافات سياسية، خلافات اجتماعية، ما فيهاش عنصرية. تونس هذه أقرب لصورة السائح أكثر منها للواقع الاجتماعي نتاعها، وقع تصعيد الفكرة هذه، فكرة التوافق الصح التعبير، وقاد هذا التوافق وصعد حتى إلى التنظير لهذا التوافق، تنظير إليه واقعياً، أنه هذاك المخرج الأساسي لعودة الاستثمار وعودة الإنتاج وعودة الاقتصاد وعودة الاستقرار الأمني، ونظر إليه سياسياً باعتبار زوز قوى كبار في البلاد اللي تصدر الانتخابات مستعدين للتوافق، يعني الإسلاميين ونداء تونس، نظر إليه جيلياً كما كانت تقول ميرا باعتبار أنه كبارات البلاد مؤمنين بالتوافق أو الصغار ما فهمين شيء، مش قاعد يعرف حتى شيء يعمل معه، هم ضايعين مش فاهمين عمق التاريخ. وقع تنظيم التوافق هذا حتى في الواقع بجهه وقال تذكر حتى في مقبل وقال في بعض الانتخابات حتى على جد مشترك بين الساترة والاسلاميين تعالى، وقع البحث حتى عن امكانيه هكا نزع التشنج البرجيبي على الساترة ونجع التشنج الاخواني على الاسلاميين، وكان الاسلاميين يقدموا في فرصه باعتبارهم اقرب للصوره الاردوغانيه صح التعبير، وشفنا حتى داخل العائله الاسلاميه تصريحات متناقضه ليبراليه احيانا متشدده احيانا، ومن جهه تونس شفنا تصريحات ربما تعتبر ان اقصى اليسار هو الجبهه الشعبيه وليس الاسلام المعتدل اللي في فتره تصريحات البيجي كريسس. وهذا التوافق في الواقع تبين التوافق في الحد الادنى نتاعو لعب دور مؤقت صح التعبير في نوع من الاستقرار، لكن تبين انه هش اولا من جهه سياسيه، انه بالفعل التوافق كان قائم على اغلاق ملفات كبرى من جهتين، يعني من جهه مدى تونس هناك قبول بغلق ملفات التسفير والارهاب والاغتيالات وحتى الارتباطات الجيوبوليتيكيه للاسلام السياسي التونسي مع الحركات الاسلاميه في المنطقه، ومن جهه هذا وقع غض الطرف على عوده النظام القديم وقانون المصالحه الى اخره، وتجربه قانون المصالحه بينت بالفعل ان هذا التوافق كان يراد حقيقه اعلان قطيعه كامله بين اداره الشان السياسي والمجتمع. وانا نرجع للسؤال اللي كنت حتى تطرقت منه، وقع ارسال رساله بان الدوله الان ستدى انطلاقا من نخب عالمه علمانيه اسلاميه منتخبه صحيح بصندوق الاقتراع بمعنى الاغلبيه والاقليه في انفصال حقيقي عن صراع المجتمع التحتي. وهنا جاء الاستخلاص الاخير في هذه الفتره، انه بدانا نعيش بالفعل داخل المجتمع شكون بونسي سوسيال تفكير اجتماعي سائد في المجتمع ما بين رايين بداوا يشوفوا الطريق نتاعهم. راي اول ان الثوره حدث حقيقي تاريخي نابض فتح افق جديده، هذا بقى خاصه عند الشباب، عند الفئات المهمشه، عند النخب المتسيسه، عند النقابيين، عند العائله الحقوقيه، عند العائله السياسيه التقدميه والديمقراطيه بصفه عامه، حتى عند النخب الليبراليه كانت مؤمنه بالثوره وببناء ديمقراطي جديد في تونس، وايضا البونسي سوسيال ان الثوره قوس لابد ان يغلق ولابد ان نهمل ولابد ان نعود الى عالم الاستقرار وعالى عالم الهدوء، على اساس انه أصبحت الآن الشرعية السياسية تدار باسم الشعب، يعني باسم صندوق الاقتراع. يعني في الأخير ولا عند ما نسميه أنا ديكالاج موجودين بين الواقع السياسي والمجتمع. ديكالاج ما بين الدستور والقوانين المعمول بها. ديكالاج سمي ما بين القوانين المعمول بها وتطبيق القوانين على المجتمع، يعني حتى القانون المعمول به لا ينطبق بنفس القدر على الفقراء كما ينطبق على الأغنياء. ديكلاج ما بين الاعلام السائد، الاعلام العام السائد الماسيديا الواسع على صح التعبير، وواقع الناس عشنا تقريبا عام ونص ولا عامين في اهم التلفزيونات الخاصه وحتى العامه صراعات لدى تونس.
وصراعات الشعوب داخل الدياتولوس باعتبارها حدث الإعلامي الأبرز. بطبيعة الحال هذا أدى لنوع من النفور من العملية السياسية، وانتهى الأمر في آخر في آخر المطاف تقريبا في حدود 2018 ولا بداية 2019 إلى الأمل الوحيد بقي للحداثيين بعد تفكك كل المشروع التنظيمي وكل الحلم التنظيمي لتنظيم الحداثيين في حزب كبير قد يكون فيه روافد اجتماعية ونقابية ويسارية ودستورية إصلاحية إلى آخره. الأمل الوحيد في حداثة هو نبيل قرن، أصبح في نظر العديد هو منقذ المشروع الحداثي، وأمل في الحداثة هو الحزب الدستوري الحر باعتباره المؤتمن على الأمانة البرجيبية والرسالة البرجيبية. ومن الجهة المقابلة الإسلام السياسي تبين بالفعل أنه رغم خسارته للعديد من الأصوات على مستوى الانتخابي على مستوى صندوق الاقتراع، حافظ على حد أن الارتباطات التنظيمية من القوة التنظيمية من الخليط بين حركة مسجدية وحركة سياسية وحركة مدنية وحركة الطبقات الوسطى، وحتى تركيبته تمثيلية نتاعه تغيرت بين المجلس التأسيسي ومن المجلس النواب الأول، يعني تمثيلية النواب نتاعه. ودخلنا في ديسونانس، معناتها في نشاز بالمعنى السلبي لكلمة نشاز، ما بين الطلب السياسي للمجتمع والعرض السياسي التقليدي اللي قاعد تقدم فيه النخبة السياسية. الطلب السياسي في المجتمع لاخر موجود، يعني غير الطلب السياسي بتاع الثورة خطأ تاريخي، هو طلب تغيير، هو طلب قطيع، هو طلب ريكونفيغوري اوترمون لو بوليتيك. والعرض السياسي التقليدي كان عاجز على هذا، عاجز تنظيميا بالتشتت، عاجز ايديولوجيا بمقولة التوافق، تغيير الصراع بلا ما عشي حتى الصراع، بينما كان هناك كان ثم صراع اخر صعب في المجتمع. دونك هذه المعطيات الاوليه العامه اللي خلتني ندخل في التفكير في سنه 2020 ولا 2021. كما قالت اميمه، الانتفاضه هذه اللي سميناها في كراس صغير في المنتدى انتفاضه ولاد الام باعتبار معنى الكلمه، كانت انتفاضه بالمعنى التاريخي نوعيه شويه. نوعيه اولا سعى لانها انطلقت من الهيئه الشعبي ليس فقط من الجهات، يعني الهيئه الشعبي خاصه لتونس العاصمه والمدن الكبرى بمشاركه شبابيه واسعه وبمشاركه لا نمطيه، يعني مشاركه غير تقليديه، لكن سرعان الديناميكيه هذه الشبابيه بتاع الحكم التحدث بالمجتمع المدني اللي يخدم في المنظمات في الجمعيات وخلقت هالاطار هذا. الانتفاضه هذه اعطت صوره على ان مطلبيه المجتمع متعدده. دونك نلقاو في الانتفاضه هذه التشغيل، الاعتراف، التنميه، الخدمات الصحية خاصة بعد أزمة الكوفيد، الحق في الماء، النقل، حتى مطالب اليوترا مع جماهير كرة القدم، ونلقاو مطالب سياسية لنخب سياسية شبابية تتحرك في المجال السياسي متعلقة بالمديونية، بالناليكا، بالإصلاح الزراعي، بالأراضي الدولية، بتجارب ربما جديدة قاعدة تعتمد في المجتمع. ونلقاو حركات حقوق الانسان وخاصه الحركات النسائيه والحركات الكويه والحركات الحريات الفرديه تنشط وتتحرك بقوه. وبطريقه مساحه تعبير تلقائيه، الحركه هذه لقات نفسها في عمليه انسجام او على الاقل في عمليه تقاطع غير عنيفه. اللي هو التقاطع كان ينظر اليه بالنسبه للنخب التقليديه كانه غير ممكن. وكان الممكن بالنسبه للنخب التقليديه هو التوافق الاسلامي علماني يقتل التناقضات هذه وينفي التناقضات هذه، بينما التناقضات بدأت تصعد في المجتمع وتعبر عن نفسها بطريقه سوسيولوجيه ثم بطريقه سياسيه. بطبيعة الحال هالعمل هذا صار باعتبار فما عمل في العمق صار في المجتمع المدني، انه فما جمعيات قريبه ياسر الحركات الاجتماعيه، معناها بوصله، الاستديوهات، الاشياء من خلال المنشورات نتاعها، الشبكه النسويه، الاخير، الرابطه في الطلقات المقر نتاعها بقى مفتوح، نقابة الصحفيين التركيبة نتاعها الأخيرة إلى آخره، يعني فما مجتمع مدني كان قريب للحركات الشبابية وكان في تواصل مع الحركات الشبابية هذيا، وصارت الكونفيرجونس خلت لانستيتيوي ولانستيتيون يتحركوا بقرار بعضهم. يعني العمل المدني المؤسس أو المهيكل المنظم والعمل المغير في العمق للمجتمع قاعد يتحرك مع بعضه مع محطات مهمة جدا بالنسبة للحركة الشبابية، مانيش مسامح، جمنا، قرقنا، الكامور، وصولا إلى تحركات الحياة الشعبية، كانوا دير فيران مهمين بالنسبة للمخيال الجماعي. دونك دخلت الذاكرة
ذاكرة مهمة بتاع مقاومة لهذا المجتمع اللي نسميه المجتمع التحتي أو المجتمع الهامش اللي يمثل الشرائح أو الفئات الشعبية. العناصر بتاعه الأساسية الشباب وكذا أساس في تواصل على الأقل تلقائي أو منظر له مع المجتمع المدني المنتحم به، يبحث على فيزيبيليتي بطريقه غير تقليديه عن طريق وسائل الاعلام غير تقليديه اللي هي الفيو ويب ولا الفيسبوك ولا الصحافه الاستقصائيه ولا نواب ولا الانتفاضه ولا العلاقات الخاصه. والمعطى الاخر الاساسي انه الشباب يبحث بالاساس عن الاعتراف، يعني يريد ان يكون له مكان ودور اساسي في العمليه السياسيه وفي العمليه الاجتماعيه. دونك هنا بالضبط كما كان تقول كمان صار نوع من التقاطع بين هذا الطلب السياسي وعرض السياسي. فما خدمه قاعدين نحضروا فيها الان في اللمسات الاخيره وفي القراءات الاخيره مع الصديق هشام ديفوكسلو، يعني الشباب يقول لك صوتنا لقيس سعيد لانه بالفعل بالنسبه لنا لا نمط، لانه غير عادي. والشباب اللي صوت لي هو طالب ماجستير في كليه في 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 المعهد العالي للتحليل ويتحدث بقناعة عن إجراء تصويت تعقبات حال بخلاف الجانب نتاع الصوتية. دونك وصلنا الآن إلى مرشح عطاء إمكانية أن العملية الديمقراطية لانستيتيون يدخل في عملية التغيير الديمقراطي لانستيتيون. عطاء إمكانية هذه من خلال التصويت، حتى من خلال الإقبال على التصويت في الدور الثاني. يعني العمل هذا يرجع بعد ما كان ربما تراجع 2014-2016 تحت نوع من سياسة التوافق. والحاجة الأخرى شكون استفاد من العملية هذه بخلاف قيس سعيد؟ استفاد الأحزاب اللي كانت في دور الولاية القاطعة اللي هي بالأساس نحكي عن الجانب الديمقراطي. التيار الديمقراطي في مركز في مجتمع كل ربما ولا حركة الشعب اللي عندها ربما ضد راميفيكاسيون في المجتمع النقابية ولا في بعض الجهات استفادت من هذه من هذا من هذه القطيعة. إذا أصبحنا الآن في إمكانية جعل المسار الثوري يجعل المجتمع والدولة في حالة تغيير متبادل نحو المبادئ الديمقراطية. يعني فما إمكانية بالفعل أن الدولة تولي ممثلة للجميع، وأن العملية الديمقراطية التعددية ترجع تلعب الدور لحشدها. هل المنعرج هذا بطبيعة الحال انتهى إلى أزمة سياسية باعتبار الترويكا الحاكمة الجديدة أصرت على المواصلة القطيعة بهذا المجتمع اللي عبر عن نفسه كما قلنا 15 16 17 18 حتى في الحياة الشعبية 20 21، ورجعت وخرجت الوجه اللي كانت تحكي عليه وامل بالأساس نعرفوه عن بن علي الوصمة الإعلامي والقمر ومنظمون ومحاكمات جائرة تقريبا. هذا صائدون في الماء العكر، واضاف لهم الحزب الحاكم القوي مستعد انه شبابه يهبط ينزل لدعم المؤسسات كما لجان الحياه السابقه معنا. لكن شفنا قدره الشباب هذوما على الخروج من هالمازق هذا بطريقه فيها الكثير من الابداع. شفنا المظاهره قدام المجلس الدولي 26 جانفي، شفنا مسيره الالوان في شارع الحبيب بورقيبه، وشفنا كيف المسيره الاخيره نتاع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلاي. الحاجه مهمه جدا كيف في الحركه هذايا أنه الحراك هذا ما هوش فقط حراك ميداني، حراك ميداني بالمعنى التلقائي معناتها سي دي كورد ونعمل هكا معناها حشود في الشوارع، لا، فما عملية تنظير وفما عملية بناء نظري سياسي معجم بها التحرك الإعلامي يقوم بها شباب كثير باحثين وشباب عندهم فكر وعمق سياسي. الشباب هذايا العديد منه عنده قراءات وتقاطعات مع الحركات الديكولونية، يقرأ هذه الأفكار هذه نتاع الحركات ما بعد الاستعمار. شباب الجيل نتاعو الجديد الناس هذو تقاطعي انترسيكسيون، شباب اناركي معناها عنده تفكير هكا نوع ما فيه من نوع من الاناركيه، شباب النيو ماركسي معناتها عنده تصور جديد للنيو ماركسيه، شباب ايكولوجي صح التعبير. دونك شباب عنده تعبيرات نظريه تختلف ربما على لي ليفر دو شوفي اللي تربى عليهم اليسار التقليدي. وهذا الخطاب هذا اللي يكون فيه شباب ينتج فيه شباب خلى مقوله النمط وصم النمط ان صح التعبير ينسحب بصوره فيها نوع من السخريه على النمط بالمعنى التقليدي معنى المجتمع القديم، وحتى على النخب اليساريه اللي اصبحت لا تعرف نفسها الا من خلال البرجيبي.
فأصبحت هذه النخب نفسها في قطيعة مع هذا الشباب. فأصبحنا إذن أمام مختبر سوسيولوجي، مختبر حركي، مختبر اجتماعي يبحث عن تطلعات جديدة. هل التطلعات هذه بطبيعة الحال ما كانش عندها صدى كبير في السنة الأخيرة بعدة اعتبارات الصحية الاجتماعية المؤسساتية التمثيلية؟ ونفس الشباب هو نفسه ربما هو يقر به، هذا كان عندي نقاشات مع الفقيد مالك قبل ما يتوفى الله يرحمه، على أنه هو نفسه كان قاطع عملية السياسية، هو بيقول كان في الفيتيشيزم استيزان بالإيموت، معناتها كان هذا أنه هو نفسه كان نوعا ما يحتفل جدا بالشارع، ما كانش عنده وعي بالعملية الاسيتوية، معناها كان أكثر في الحركة الاجتماعية، لكن بدأ العديد منه يلتحق بالعملية السياسية ويقبل العملية السياسية في المرحلة الأخيرة. وهو قيس سعيد ترجع شوية بعيد من صوت أول مرة في حياته بعد الثورة القيس سعيد. 25 جويلية بالحال من ليلة من 26 جويلية كان ثم النقاش، حاول نختم أربع دقائق في الاستخلاص الأخير إن شاء الله. ثلاث دقائق برك. تحدث الآن على 25 جويلية في الآخر وقفنا أمام مواقف متعددة. 26 جويلية رئيس الجمهورية يستدعي المجتمع المدني في قرطاج ويستقبل فيهم حتى في ساعات متأخرة من الليل ويطلب من الجميع على أنه أوقف الخطر الدائم. وأنا في منظمة ورئيس المنظمة اللي فيها ساعة الأعمال الهذيلي مشى وأعطاني كونتراتور، قال أعطاه تطمينات أنه بعد أيام سيكون هناك رؤية واضحة لما بعد 25 جويلية. بطبيعة الحال وحتى نساء الديمقراطيات والعديد من الجمعيات تلقاوا هذا، بطبيعة الحال هذا ما صارش، ربما جات رسائل أخرى سلبية في اتجاه الجهادية. أصبحنا أمام ثلاثة خيارات: توصيف الواقعة بالانقلاب والمطابقة بالعودة الشرعية، هذا خيار، وهذا خيار مازال مستمر، قائمة الذات وعمل إضراب جهور وتحرك اجتماعي ميداني سياسي له هياكل وله أطر وله قناعات وخلفيات معينة. نعم نحن أمام انقلاب أو امبريك وطريدات، لكن ضروري كان لابد أن نوقف الخطر الدائم والاستثناء في الديمقراطيات، ولابد أن تمر البلاد بحالة استثناء من أجل أن نعود إلى مؤسسات دولة ديمقراطية ومؤسسات دولة عادية فيها فصل من السلطات. وهذا تقريبا كان الموقف اللي فيه العديد من المجتمع المدني والمنظمات اللي تتقاعد حول الموقف هذا، والبيانات كانت في هذا الاتجاه. أو أن نمنح كل الثقة للرئيس قيس سعيد، ونعتبر أن كل ما سيأتي من الرئيس قيس سعيد مطلوب منا فقط شرحه ونشره إلى الناس وتعميمه على الناس، يعني ننتظر كل شهر أو كل أسبوع أو كل شهرين صح التعبير أو كل أسبوعين خطاب لكم ينتم. بطبيعة الحال أنا شخصيا أتحدث على موقف رأي شخصي، مش رأي لا الجمعية ولا رأي أي حراك سياسي. أعتبرت أن أنا بعد 25 جويلية الآن أمام رسائل سلبية جدا. سلبية أولا من حيث المناخ العام في البلاد، المناخ العام في البلاد جاف عليه مرة أخرى مناخ التهديد الإرهابي ومن أعلى هرم الدولة، وهذا مخيف داخليا ومقلق خارجيا، أكثر المقلق ربما خارجيا مسيء جدا خارجيا، نفق وإرهاب واغتيالات ورصد مكالمات إلى آخره، الكلام بالطريقة هذه بالصورة هذه صح التعبير أصبح مجرد. الحاجة الأخرى الهامة أنه التصدي لما بعد 25 جويلية، يعني فتح أفق ما بعد 25 جويلية ممكن بطريقتين، إما باتخاذ موقف مبدأ الفرونتال من 25 جويلية والاستناد إلى الأطر والمرجعيات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية ورفض 25 جويلية، أو عدم الانقطاع عن الشباب اللي صوتوا قيس سعيد وعدم الانقطاع عن الشباب اللي يأمن فيما بعد 25 جويلية والتفكير معاً فيما بعد 25 جويلية. هذا هو الخيار الثالث، هذا هو الخط الثالث. يعني عوض أن نقول أننا أمام انقلاب غير شرعي وعلينا أن ننفصل عن كل من ينتظر أو كل من يرفض إذا انتهى الانقلاب الآن، أو أن نعتبر أننا أمام منعرش خطير بأتم معنى الكلمة، أصبحت معالم واضحة في تهديد الحريات، في المحاكمات، في عديد الرسائل السلبية في المناخ العام للبلاد، ولكن أمام كيف ارتباك وتردد كبير. اللي صار مع 38 قانون 38 ولا مع عقارب يبين بالفعل هذا الارتباك، الارتباك داخل مؤسسات الدولة. دونك أنا ننزل نفسي معناها شخصيا ولا العلاقة المناخ العام اللي احنا فيه الآن في هذا الخط الثالث اللي يعتبر أنه علينا أن نفكر في مرات 25 جويلية
دولة الانفصال كما انفصلنا في 2014-2013 عن العمق الاشتراكي، يعني أن السياسة مع الشعب والسياسة مع الشباب مش فقط ممكنة ضرورية، وأنه إذا كنا نرجع نعمل السياسة في قطيعة مع الناس هذوما فأننا ربما مرة أخرى تكونوا خارج مسار التاريخ القادم في المرحلة الجاية. ثلاث كلمات فقط عن المؤتمر كمحطة ربما تاريخية في المرحلة الأخيرة. المؤتمر بدأ مع تحركات الحياة الشعبية، الفكرة كانت مع تحركات الحياة الشعبية وتطور ونصوص ونقاشات ومحاولات، العديد من الأصدقاء هنا حديث الفاعة يعرف نعبد دور كبير في هذا النقاش. المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنين، المؤتمر أعطى ثلاثة استخلاصات بعد صعوبة كبيرة كما تقول أميمة، أن الحركات الاجتماعية لها فاعلين اللي عندهم خصوصية نتاعهم، ما جاوش المؤتمر ونزعوا الهوية نتاعهم بين ظفرين الذاتية، كل حركة تعبر عن نفسها بنفسها، فماش حركة ذات الحركة الأخرى. تجد تلقى جمعية العدالة والمساواة الدمج، وتلقى 38، وتلقى نساء الأمهات ضحايا الهجرة السرية، وتلقى نساء العاملة في القطاع الفلاحي، كلهم يتحركوا في نفس الفضاء الجغرافي ويتناقشوا في قضايا مختلفة، عملية صعبة لكن تم. فماش حركة دابت في حركة أخرى، وكذا تم على الأقل لمدة يوم. المؤتمر كان فيه مناسبة تاع ندوة مفتوحة، وكان شارك فيها السي حسين العباسي باعتبار أفق السياسي ممكن، وكان عبر السي حسين على انفتاحه على فكرة الخط الثالث والدعوة إلى الخط الثالث. المؤتمر بين أن هناك وعي سياسي جديد لدى الشباب قائم على معطيين أساسيين. التضامن، أن المقاطعات هي المقاومات كالفراغمونتي سلبية ما عادش تجي حتى نتيجة إيجابية، والتسييس المطلب، يعني تحويله من مطلب احتجاجي إلى مطلب يتعلق بالسياسات العامة، يعني بالسياسات الميزانية، بالسياسات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بسياسات الدولة، بالحوكمة، بالاستقلال القضاء، بمقاومة الفساد، يعني إدراج المطلب في إطار سياسي عام. والرافض هذه العملية هذه باحثين في القانون، في الاقتصاد، في علم الاجتماع، في البيئة، في العادة، في الزراعة، في الفلاحة، يعني يدعمون في هذه الأعمال هذه. دونك احنا أمام مختبر حقيقي لإمكانية تسييس جديد للعمل الشبابي، مش ضرورة تحزيبي. تسييس جديد مش ضرورة تحزيبه مع تحويله إلى حزب سياسي، مع نقله من عملية احتجاجية لعملية سلبية. دونك الديكلاج صار بين الفضاء الاحتجاجي والفضاء السياسي اللي وسم سابقا بأنه شبابي متهور إلى آخره وفي قطيعة مع الفضاء السياسي التقليدي، فما إمكانية أن تبنى على أسس جديدة. العلامة الأخيرة اللي تخليني متفائل بهذا أنه في جملة واحدة، انتصار اليسار في الشيلي مدة نهارين، نرجع نلقى في شبابنا متفائل جدا كما تفائل بوديموس، كما تفائل بسيريزاب، يعني هناك نوع من التصادي من المقاومة الشبابية التحررية الإنسانية التقدمية المناهضة العظمى اللي دارت في تونس قاعدة تعتمل في المجتمع التحتي، قاعدة تلقى الإريد هكا تدريجيا فكريا سياسيا تنظيميا الحركة الشبابي، وكل مرة تجي هكا من السماء دعوة خير تخليها تتفائل أنه الانتصار السياسي ممكن، وشبابنا أصبح يؤمن أنه الانتصار السياسي ممكن. شكرا.